طيب نكمل. ده احنا عندنا حاجة اسمها ايه، urinary bladder diverticulum. urinary bladder diverticulum هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن out pouching من urinary bladder wall. اهو out pouching من urinary bladder wall. ادي urinary bladder wall النورمال. خلاص حصل منه ايه؟ حصل منه out pouching. حصل منه ايه؟ حصل منه out pouching. قد يكون congenital، قد يكون ايه congenital، قد يكون ايه acquired. قد يكون congenital، قد يكون acquired. congenital نتيجة لweakness والmusculature بتاعت urinary bladder. يعني ايه؟ يعني هو مولود بضعف في المصل، تمام؟ ايا كان بقى السبب، المصل دي ضعيفة. فوانس ان هو اليوريتر جاب ايه؟ جاب يورين، فدي اتملت يورين، فايه المصل ضعيفة، تمام. فراح ايه؟ راح عامل ايه؟ راح عامل باوتش. خلاص تمام. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا ممكن تكون acquired. acquired ده في حالات البلادر اوتليت اوبستراكشن. يعني مثلا لو في اي حاجة هنا سدة، لو في ستون هنا في المنطقة دي، او مثلا اي حاجة هتضغط من برة او من جوة، ستون من جوة او حاجة من برة هتضغط، او انلارجمنت في البروستات، دي هتعمل لي بلادر اوتليت اوبستراكشن. خلاص فوانس ان حصل بلادر اوتليت اوبستراكشن، ده الايه؟ اليوريتر. واليوريتر عمال يجيب ايه؟ عمال يجيب يورين. اليوريتر عمال يجيب يورين، واليورين ده مش عارف يطلع. اليورين مش عارف يطلع، واليورين عمال يجي عمال يجي عمال يجي، مش عارف يطلع. هيروح فين؟ فيه حل من الاثنين، يا تربشر يطلع منها ايه؟ يطلع منها اوت باوتش كده، وغالبا بيكون ايه؟ بيكون مالتيبل. تاني يبقى انا ايه؟ يبقى انا عندي دي حاجة اسمها ايه؟ دي حاجة اسمها urinary bladder diverticulum، وده هي congenital نتيجة لضعف في المسكوليتشر بتاع urinary bladder، او acquired نتيجة لايه؟ اللي bladder outlet obstruction. اليورين عمال يجي واليورين مش بيطلع، فهي ايه؟ هيعمل out pouching كده. طيب ايه الكومبليكيشن بتاع الموضوع ده؟ الكومبليكيشن بتاع الموضوع ده ان هو ايه؟ ان هو ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مكان مقفول، وفي ايه؟ وفي ايه؟ مية غالبا يعني. فهي وسط مناسب جدا 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 للبكتيريا. البكتيريا تقول هذا هو ذوقي، تمام. في حاجة كمان، الكالكيولاي، لان الحتة دي المسارات دي بتبقى ضيقة. خلاص فايه؟ ففرصة ان يطلع فيها السون كبيرة، تمام. عندنا تيومرز كمان نتيجة لايه؟ نتيجة للمسكلر تيشو حاصل فيه ميتابليزيا، وكمان عشان اللونج كونتاكت في حالات ايه؟ في حالات اليورينري بلادر اوتليت اوبستراكشن. خلاص كده. طيب هنا نفس الكلام، تمام. احنا بس عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان هي ممكن تبقى congenital، ده في حالات ايه؟ weakness في المسكوليتشور طبعا، او نتيجة لايه؟ bladder outlet obstruction. هيحصل urinary stasis، وده ايه؟ بيبريدسبوز لانفكشن وستون فورميشن وتيومرز. خلاص يعني زي ما قلنا بالظبط، انا لو عملت، انا ممكن اعمل ultrasound، وممكن اعمل ايه؟ السيتوجرام، تمام. هنرجع هنا تاني بس اما نشوف الالترا ساوند عشان الكواليتي دي احسن. انا حطيت اول حاجة فكرة الالترا ساوند. الالترا ساوند ده جهاز بحط ترانسديوسر على المنطقة اللي انا عايزة اشوفها. بتطلع ايه؟ بتطلع ويفز. الويفز دي بتخبط في التيشو، التيشو ده بيردها على حسب ايه؟ على حسب الدنسي بتاعته. طيب انا مثلا عندي، لو الويفز دي خبطت في البون هتعرف تعدي منه؟ لا، فهترد، فهيبان البون لونه ابيض، تمام. طيب لو هي خبطت في سيست مليانه فلويد، الفلويد ده هيعمل ايه؟ هيعمل ابزوربشن للايه؟ للويفز. فايه هترد؟ لا، اللي هيرد مش مفيش حاجه هترد لو فلويد. خلاص فهيبان ايه؟ هيبان اسود. طيب احنا عندنا ديت اليورينري بلادر اهي، خلاص تمام. دي مليانه يورين،
فوانس ان حطينا يعني، هو ممكن يكون عامل فويدنج لو يعني شخص طبيعي وما عندهوش بلادر او تليت اوبستراكشن او كده، تمام. حطينا لقينا ان هو مكان وفي ايه، في فلويد، فطبيعي ان هو يظهر لي لون اسود لان هو امتص الويفز، تمام. لحد هنا طبيعي. المشكلة بقى في دي، ان هو في فتحة اهي طالع منها ايه، اوت باوتشنج من اليورينري بلادر. فده يورينري بلادر داي فيرتيكل. الصورة اللي عندنا اللي هي السيستوجرام، السيستوجرام ده فيه ايه، ده فيه ايه، ادي اليورينري بلادر الطبيعية بتاعتي هي عادي، بس طالع منها ايه، طالع منها اوت باوتشنج. ايه ده، انا حاسه اصلا ان هو مفصول عنها، لا هو متصل في حته صغيره قوي مش باينه، تمام. نرجع تاني هنا. طيب عندنا ايه، عندنا دي اليورينري بلادر بتاعتي، تمام، وطالع منها الاوت باوتشنج، اتصالهم اهو، لو مش باين قوي، تمام. طيب ده كان موضوع الايه، عندنا دايفرتيكولوم يا كونجينيتالي ايه يا اكوايرد. كونجينيتال يا اكوايرد، كونجينيتال نتيجة ليه ضعف في الماسكوليتشر، يا اكوايرد النتيجة لفلو اوت بوت ايه اوبستراكشن في الايه، اليورين هيت ايه هيتراكم وعمال يجي كمان فيتربشر، يا ايه يطلع دايفرتيكل، وسط مناسب للانفكشن للتيومر ليه للستونز. خلاص عرفنا بنشوفها ازاي، تمام. طيب يورينري بلادر ستونز، احنا طبعا هنخلص اليورين بلادر ديس اوردرز ان شاء الله. يورينري بلادر ستونز، تمام. انا عندي هنا ايه، انا عندي هنا اكس راي عادي، ببص على اليورينري بلادر، ما شاء الله قمر قاعد في قلب اليورينري بلادر. فده ايه، يورينري بلادر هيوج ستون. دي صورة السي تي، يعني هي مش علينا، خلاص مش علينا، تمام. فايه، فاحنا نعرف دي ان هي ايه، يورينري بلادر ايه ستون. طيب احنا هنا عندنا ايه في الصورة دي، احنا هنا هنتكلم عن نيو بلازم. طيب كلمتين عن النيو بلازم دلوقتي. الاول يعني احنا عندنا اليورين بلادر ممكن يطلع فيها ماسس كتير، ويعني بتبقى بريزنتد باي بين ليسيماتوريا. طيب ممكن تكون ترانزيشنال سيل كارسينوما، ممكن تكون سكويمس سيل كارسينوما، ممكن تكون ادينوكارسينوما. اذا موست كومون تايب اوف اليورينري بلادر نيو بلازم هي ترانزيشنال ايه، ترانزيشنال سيل كارسينوما. السكويمس دي بتيجي من الستونز والكالكولاي والحاجات دي، والشيستوزوما، تمام. اهم حاجة اعرف ايه، ان ذا موست كومون هي ترانزيشن. اهم حاجة ان انا اعرف ايه، ذا موست كومون هي ترانزيشن. طيب الراديولوجي بشوفها ازاي، ان هي ايه، ان هي الريجولار فيلينج ديفكت. الريجولار فيلينج ديفكت يبقى ده نيو بلازم. التكنيك ده اسمه ايه، سيستوجرام او اي في يو، تمام. انا شايفه ايه، انا شايفه اليورين بلادر عادي اهي، وفيها ايه، الريجولار فيلينج ديفكت. الريجولار فيلينج ديفكت يبقى ده تيومر. اما يجي سؤال ام سي كيو ايه ذا موست كومون تيومر، ها ترانزيشنال سيل كارسينوم. دوت ايه، دوت سيستوجرام برضو بيبين لي ثيكنينج في الميكوزة بتاعت ايه، الميكوزة بتاعت اليورينري بلادر. فده بيبين لي ايه، بيبين لي ان في ايه، ان في يعني الريجولاريتي في الاوت لاين. فدي غالبا ايه، غالبا سيستايتس. السيستايتس الانفلاميشن بتاع اليورين بلادر يبقى اكيوت يبقى كرونيك. بشوف في ايه في الراديولوجي، ميكوزال ثيكنينج، و البلادر كباستي بتبقى ايه، بتبقى قليله. فانا هشوف ايه، ادي ميكوزا حاصل فيها ايه الثيكنينج اللي احنا شايفينه ده، خلاص ادي ميكوزا حاصل فيها ثيكنينج، يبقى على طول ده ايه، ده السيستايتس زي ما قلنا. خلاص الاوت لاين بتاع البلادر الريجولر، ها فده معناه ايه، معناه ان في ريديوسد بلادر كاباسيتي. ريديوسد بلادر كاباسيتي ان هي تتملي باليورين، يعني دي مش بلادر طبيعيه خالص، يعني مش بتبقى كده، شفناها كذا مره مش بتبقى كده، خلاص. فهنا في ريديوسد ايه، بلادر كاباسيتي، خلاص. في ثيكنينج للميكوزا، فده كاركترستيك للسيستايتس.
بالنسبة للشيزوميزيس أو بالهرجيز، احنا عندنا شيزوما هيماتوبيوم وشيزوما مانسوني. اللي بتأثر هي شيزوما هيماتوبيوم. احنا طبعا عندنا بيبقى فيه ايه وانس ان احنا عندنا شيزوما، بلاقي ايه احنا بيتكون عندنا حاجة اسمها بالهارزيوما. بالهارزيوما دي حاجة شبه جرانيولوما، بيبقى انفلاماتوري اكشن. ممكن الاقي عندي فيستولا، ممكن الاقي عندي استريكتشر، ممكن تقلب لي سكويموس سيل كارسينوما. احنا قلنا ذا موست كومون نيو بلازما في اليورين بلادر هو ايه، هو ال ترانزيشنال سيل كارسينوما. بس قلنا سكويموس سيل كارسينوما بتيجي من الكالكولا، بتيجي من الليكوبليكيا، بتيجي من الايه، من البلهارزيزيس. تمام. وقلنا احنا قلنا البلهارزيوما، قلنا الفيسيولا، قلنا الاستراكتشر، وقلنا سكويموس سيل كارسينوما. بس انا سايبه اهم حاجه لاخر حته، ان هي اكستنسيف كالسيفيكيشن. ذا هول مارك اوف شيزوما اون اكس راي، ذا هول مارك اوف شيزوما في الاكس راي اللي هو ايه، اللي هو الايه، الاكستنسيف كالسيفيكيشن اوف البلادر وول. اكستنسيف كالسيفيكيشن اوف ايه، اوف البلادر وول. اكستنسيف كالسيفيكيشن في ايه، في البلادر وول. يعني انا كده اما اجي اشوف اليورينري بلادر اهي فيها ايه، فيها كالسيفيكيشن. يعني مثلا لو نركز مثلا في حتة زي دي، ايه ده، ده كالسيفيكيشن. لو نركز في حتة زي دي، خلاص حتة زي دي، ايه ده، ده كالسيفيكيشن. الحتة دي باينة برضو، عشان ايه، عشان حواليها اسود. هنا هنا كده في كالسيفيكيشن اللي هو اللون الابيض ده. طب ده ايه، ده اليوريتر، اليوريتر برضو في كالسيفيكيشن. يبقى كالسيفيكيشن هي الهول مارك بتاع الشيزوميزيس. قلنا ممكن نلاقي فيستولا، ممكن نلاقي استريكشن، ممكن نلاقي بالهارزيوم اللي هي انفلاماتوري اكشن، ممكن تقلب سكويموس سيل كارسينوما. ولكن الهول مارك وده المهم الايه، الكالسيفيكيشن. خلاص تمام. ده حاجة مميزة جدا، اسمه ايه، اسمه بلادر اكستروفي او اكتوبيا فيسرو. دوت بيبقى فيه ويكنس في الابدومنال وول اند البلفيك وول، بيبقى فيه يعني ويكنس. خلاص فال يعني ايه بيحصل، يعني ان البلادر بتوبن على الايه، على الميكوزة التانية، وبكم كونتينيوس ويز سكين، وبيبقى فيه ديسفيجرمنت، وبيبقى فيه ايه، بيبقى فيه اللي هو الابنورماليتيز في الجينيتاليا وكده. تمام. طيب هي بريزنتد عندي راديولوجيكالي، ان هي ايه، ان انا عندي دايفسيس اوف سيمسيس بيوبس. يعني ايه، يعني السيمسيس بيوبس ده مش طبيعي، السيمسيس بيوبس ده مش طبيعي، مش زي الايه، مش زي في ايه، زي انفصال كده. تمام. كمان عندنا ايه، كمان عندنا اللي هو الشادو بتاع ايه، بتاع السوفت تيشو بتاع ايه، بتاع جينيتاليا. تمام. فا ايه ديت ايه، نقراها برضو اللي ايه، البلادر اكستروفي، ان بيبقى فيه ديفكت في ايه، في الابدومينال بول ماسل. نيجي بقى للجزء الاهم اللي انا سيبته للاخر، عشان ايه، في الاخر طبعا بنبقى ايه، بنبقى مصحصحين اوي. طيب عندنا ايه، عندنا اليوريني بلادر ستون، هنتكلم عليها شوية. الاول انا عندي راديو بيك وراديو ليوسنت. راديو ليوسنت، ليوسنت يعني ايه، ليوسنت عندنا في الاكس راي او في الراديولوجي معناها اسود، ليوسنت معناها بلاك، اما اوبيك معناها ابيض. تمام. انا عندي راديو اوبيك ستون وراديو ليوسنت ستون. راديو ليوسنت ستون يعني بتبان سودا، ودي اتنين، اليوريك اسيد والزانسين. اليوريك اسيد والزانسين هما اللي بيبانوا ايه، اسود، يعني دول اللي علينا بيبانوا اسود، يوريك اسيد والزانسين. طيب الراديو اوبيك دي حاجات شبه الكالسيوم، فالكالسيوم طبيعي ان هو يبان ايه، يبان ابيض، كالسيوم اوكساليت، كالسيوم فوسفيت، ممكن برضو مغنيسيوم، ممكن السيستين، ممكن الاستروفايت. تمام. احنا عندنا هنا، احنا عندنا هنا الاوكساليت، الاوكساليت دي هتبان ايه، هتبان ايه، هتبان راديو اوبيك. راديو ايه، راديو اوبيك. تمام. طيب عندنا الفوسفيت، الفوسفيت برضو هيبان راديو ايه، راديو اوبيك. طيب السيستين راديو اوبيك. تمام. الاستروفايت دي راديو اوبيك برضو. امال الزنسين واليوريت ستون،
الزنسين واليوريتستون دي راديو ليوسنت، هيبانوا ايه؟ هيبانوا اسود. هيبانوا ايه؟ هيبانوا اسود. فدي المفروض نعرفها. كل اللي جاي ده راديو اوبيك ستون اكسبت، ادور على يوريك اسيد او ايه او زنسين. تمام. قبل دي كمان عندنا ايه؟ عندنا انا برضو لازم اعرف الكالكولاس دي ابص عليها ايه، ابص عليها فين. والله الكالكولاس دي ممكن تطلع لي في ايه، في الرينال تيشو نفسه، ممكن يطلع لي في اليوريتر، ممكن يطلع لي في البلادر، ممكن يطلع لي في الجانكشنز اللي ما بينهم. خلاص. طيب انا عندي الرينال سوفت تيشو شادو، الابر بول، الابر بول بتاع الكيدني بيبقى اوبوزيت ل اخر اخر ثوراسيك فيرتبري. تمام. يعني عند هنا كده الابر بول اهو، الابر بول اهو، يعني لا فوق شويه كمان اهو الابر بول اهو. تمام. احنا كنا قايلينه قبل كده يعني مقابل ايه لاخر ثوراسيك فيرتبري، ابص في الحته دي لو في ايه، لو في ايه ستون. تمام. عندنا الرينال هايلم قصاد السكند لمبر، الرينال هايلم قصاد السكند لمبر هنا كده بيبقى الرينال هايلم، اللور بول قصاد اللور بوردر بتاع السرد لامبر، بتاع السرد لامبر. يعني ايه؟ يعني لو صورة واضحة شوية بس، يعني ايه؟ ماشي. يبقى دي الاماكن اللي انا بدور عليها على ايه، على الستون. دي الاماكن اللي انا بدور عليها على الستون. لما يجيلي اكس راي كده ابقى عارف انا هبص، هبص ايه، هبص فين. خلاص. هبص على الابر بوردر قصاد اللاست راسك فيرتبري، هبص على الرينال هايلم عند السكند لامبر فيرتبري، هبص على اللور بوردر عند الثيرد لامبر فيرتبري. طيب عندنا ايه؟ عندنا اليوريتر. اليوريتر ادور فين؟ والله انا غالبا يعني انا عندي هنا ايه، عندي سوس ميجور ماسل، وعندي ايه، عندي ترانسفيرس ايه، ترانسفيرس بروسس اوف لامبر فيرتبري، اللي هي اهي ترانسفيرس بروسس اوف لامبر فيرتبري. مش واضحه قوي هنا، بس لو ندقق شويه كده ان هو ايه، طالع من الايه الفقره حاجه كده اهو، طالع من الفقره حاجه كده. تمام. اللي هي الحته المعوجه دي اللي شبه ايه، شبه مستطيل. ده ترانسفيرس بروسس بتاع ايه، بتاع اللامبر فيرتبري. بشوف ال ايه اليوريتر لاترالي، فانا عشان اعمل اسسمنت اليوريتر او اشوف ستونز في اليوريتر ببص ايه، لاترال ترانسفيرس بروس بتاع اللامبر فيرتبري. ممكن ميديال للساكرو اليك ماسل، ده ايه، ساكرو اليك جوينت. سوري، احنا عندنا تمام ماشي. او احنا بغض النظر عن الاصفر الموجوده، احنا ان شاء الله هناخده. يعني انا جايبه بسهوله عشان كوالتي بتاعتها حلوه، فما نشرحش تخيلات. احنا كنا بنقول احنا بندور على الستون فين. ادي الكدني بتاعتي اهي، خلاص. ده الشادو بتاعها، واضح خالص، واضح خالص اهو. تمام. اللور بول قصاد ايه، قصاد الثيرد لامبر فيرتبري. تمام. الهايلم عند السكند لامبر فيرتبري. تمام. الابر بول عند ايه، عند الايه، اللاست دورزال فيرتبري. خلاص. احنا طبعا عندنا دي اخر واحده ايه، دورزل، عندنا دي الفيرست لامبر، دي السكند لامبر، دي ايه، دي الثرد ايه، ثيرد لامبر. خلاص. دوت ايه، دوت هدور فين في الكدني. بالنسبه لليوريتر، اليوريتر هدور ايه، هدور فين برضو. احنا قلنا ان انا هاجي عند ترانسفيرس بروسس اهو الواضح خالص بتاع ايه، بتاع اللامبر فيرتبري، وهدور على ايه، على اليوريتر لاترالي او فوقيه. خلاص. انا عندي اليوريتر هيمشي كده، هو اليوريتر ليه 3 بارت. البارت الاولاني اللي هو قبل ما يمشي على البون، بعد كده على الساكرو ايليك جوينت او على البون هنا كده، بعد كده اول ما البون يخلص ده البارت الايه، البارت الثالث. خلاص. طيب عندنا ادور عليه بقى في اماكن الجنكشن اللي هو الفيزايكو يوريتيريك جنكشن. الحته دي ادور عليه في الرينال بلفيس، الحته دي ممكن الاقي فيها ايه، كالكيوم. دي تقسيمه ايه، دي تقسيمه اليوريتر زي ما قلنا. خلاص.
طبعا احنا عندنا ايه، احنا عندنا من الحاجات المهمة، احنا قلنا ان احنا عندنا راديو بيك وراديو ليوسنت. الراديو ليوسنت ستونز كان اهم الزنسين واليوريد. افضل حاجة اشوف بيها الراديو ليوسنت كالكيولاي، افضل الحتة دي ام سي كيو الاي فيو والنان كونتراست سبايرال سي دي. افضل حاجة اشوف بيها الراديو ليوسنت دي بتبان ايه؟ بتبان سودة، صح. يبقى انا عايزه استدي تخلي لي الخلفيه غامقه، ما انا عشان اشوف حاجه سودة كويس لازم اخلي الخلفيه ايه، خلفيه غامقه. فانا عشان اشوف حاجه سودة افضل حاجه ان ابيض الدنيا، تمام. هي ايه راديو لوسنت؟ يعني ايه؟ يعني بلاك. حلو، يعني هي بتبان ايه؟ بلاك. ما انا لو حطيت بلاك على بلاك مش هيبان، فلازم ايه انور الدنيا بالايه، بالاي فيو. ممكن استخدم نون كونتراست سبايرال سي دي. طيب الراديو اوبيك بقى، الراديو اوبيك دي ايه؟ دي بيضه، صح. فانا عشان ابين الابيض لازم احط الخلفيه سودا، الخلفيه سودا بلين اكس راي عادي كي و بي. ممكن برضو تبان بالاي في يو عادي، ممكن تبان بالنان كونتراست سي تي. انا بقول اول حاجه تمام الراديو لوسنت سودا فخلي الخلفيه بيضه اي في يو، الراديو اوبيك بيضه فخلي الخلفيه سودا كي و بي، تمام. عندنا رينال كالكولاي ديتكتد بالالترا ساوند، يعني نشوف كده الرينال كالكولاي بالالترا ساوند. اهي رينال كالكولاي وز الترا ساوند، انا عندي الليستون اهي. احنا هنا ده الموداليتي ايه، الترا ايه، الترا ساوند، تمام. إيه هنا الليستون اهي عامله ايه؟ عامله حته كده هايبر ايكوكو. يعني ايه هايبر ايكوكو هايبو كوكو؟ الحوار ده احنا قلنا ان احنا عندنا جهاز الالترا ساوند فيه ترانسديوسر، ده بيطلع ويفز بيخبط في التيشو، التيشو اللي فيها فلويد وكده بتمتص، فيبان لونها ايه، لونها اسود، تمام. فيبقى اسمها هايبو كوك. طيب الترانسديوسر ده لو خبط في بوم بيبان ايه؟ البوم بيرد الايه، الويفز، مش بيمتصها، فبيبان ابيض، فاسمه هايبر ايكويك. ايكويك يعني بيرجع الموجات، هايبر ايكويك يعني بيرجع الموجات كتير فبيبان ابيض. فالستون بتبان ايه؟ بتبان بيضه، تمام. بتبان ايه؟ بتبان بيضه، تمام. فايه ليه؟ لان هي هايبر ايكويك، الموجات تخبط فيها تترد على طول، فهي هايبر ايكويك. معاها بقى ايه؟ بوستيرور شادوينج، دي مميزه جدا جدا جدا، تيبيكال رينال ايه ستون، تمام. بوستيرور شادوينج. طيب هي الستون لو سد اليوريتر، هنقول كلام نظري بس شويه الاول كده. الستون لو سد اليوريتر، الستون والله لو سد اليوريتر البلاد فلو اللي رايح لليوريتر هيقل، فهيبان ايه؟ هيبان سواد طبيعي. طيب فهيبان ايه؟ هيبان كولم اوف اوباسيفيكيشن باليورين، خلاص، لحد السايد بتاع ايه، بتاع الستون. يعني كولم اوف اوباسيفيكيشن لحد السايد بتاع ايه، الستون، خلاص. طيب اليوريتور بروكسيمال للكالكولوس قبلها بشويه هلاقيه ايه؟ هيلاقيه دايليتد. ليه؟ احنا عندنا اليورين اتحوش لحد مكان ايه، الستون، وقف الاوباسيفيكيشن بتاع الفلويد، خلاص. قبلها بقى دايليتد ليه؟ عشان استده، طبيعي ان يحصل قبلها ايه، دايلاتيشن. طيب الرينال ستون على الاي في يو استدي بتبقى دبل دينستي كده، هنشوف موضوع ايه، موضوع ايه الدبل دينستي، ممكن تبان كايه، كفيلنج ديفكت لو هي ايه، لو هي ريديولوسنت، تمام. طيب انا عندي هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بالصورة اللي هي إيه، on the right. إحنا بصينا، إحنا في الصورة دي، خلاص. هنبص هنا، فيش حاجة، فيش حاجة، فيش حاجة. هنا بنبص، قال دي في ستون هنا، تمام. فهنا ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن بلين urinary tract imaging، بيبين ايه؟ بيبين radio opaque stone موجودة في قلب ايه؟ في قلب الليفت ايه؟ في قلب الليفت في قلب الايه؟ الليفت كدني، دي اللي ايه؟ اللي هو موجود عندنا في الصورة دي، خلاص.
طيب احنا عندنا ايه هنا؟ احنا عندنا هنا لو نشيلها كده تبان كأنها فيلينج ديفكت، شبه النيوبلازم كده بتاع ايه، بتاع اليورينري بلادر. هو دي طبعا بيبقى ساعات فيلينج ديفكت، يعني ايه، هي شكلها كده منظرها كده، تمام. طيب هنا برضو لو ناخد الصورة اللي هي على اليمين دي، ده ايه، ده بلين راديوجراف عادي جدا، تمام. انا شايفه هنا الشادو بتاع الصوص ميجور ماسل اهو، والكواليتي بتاعتها حلوه. ببص هنا ما فيش اي حاجه خالص، ببص هنا لقيت ايه، محدش ينكر ان فيه هنا ستون خالص، اهو اهو اهي اهي اهي، خلاص في الستون اهي، تمام. هنا عندنا ايه، هنا عندنا إيه، هناخد دي الاول. يلا هنا عندنا بلين راديوجراف في ايه، في يوريتريك ستون، تمام. احنا هنا ببص بقسم كده قبل ما يدخل البون، وبعد ما دخل البون، وبعد ما طلع من البون، هنا مفيش حاجة، 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 هنا في حاجة، هنا في ستون في اللور وان ثيرد اوف رايت يوريتر. خلاص عرفنا بنبص ازاي. طيب هنا عندنا حاجة مهمة جدا اسمها ايه، اولا ده بلين راديوجراف عادي ومتصور بس بالسيستوجرام. حاجة اسمها ستاك هورن ستون، ستاك هورن ستون، ستاك هورن ستون ده يعني بيبقى ايه، بيبقى راديو اوبيك ستون، وساعات بيبقى فيها دبل دينستي يعني، خلاص تمام. طبعا يعني باين خالص ان هي ايه، ستاك هورن، شكل الستاك هورن اهو اهو، ده اسمها ستاك هورن، ايه، ستاك هورن ساين. قبل ما ناخد الفيزايكو ريتيرك فلوكس، في صورتين بس وقعوا، اللي هما في صفحة كام، 76. دي صورتين واضحين جدا ان هو ايه، ليفت كيدني ستون، واضحين جدا ما فيهاش اي حاجة خالص، تمام، ما فيهاش اي فرق. طيب عندنا فيزايكو ريتيرك فلوكس، فيزايكو يعني يورينري بلادر، يوريتر يعني اليوريتر، فيحصل ريفلكس ما بين يورينري بلادر والايه، واليوريتر، تمام. هو لي جريد 5 جريد، اول جريد بيبقى يدوبك تلوينه هنا كده، تمام. انا بعمل اسسمنت ليه بالاي في يو، تمام. بعد كده يدوب كده بس ايه، يدوب دخل الايه، الكدني، بس هنعمل كونتراست كده، يدوب ايه، يدوب دخل ايه، الكدني، تمام. عندنا هنا لا ده بدأ يتشعب جوه الكدني، هنا اكتر، هنا لا ده بدأ ايه، يعوج كده، تمام. دي مميزة جدا للستيج ايه، ستيج 5. فلما اجي اشوفها هنا كده، لو نيجي نشوف ستيج 5 ما يختلفش عليها اتنين، دي يعني واضحة جدا. هنا انا يدوب شايفة بس دي، هنا بس، هنا هي دوب لونت بسيط خالص يعني، هنا بدأت تعمل ايه، نفس الشكل، نفس الشكل بالظبط. ده الفيزايكو ريتيريك ريفلكس جريتس بتاعته.